أعمال العنف تتصاعد في ليبيا في ظل اتساع دائرة صراع الميليشيات المسلحة وسط مخاوف من انزلاق البلاد إلى حرب أهلية طاحنة باتت نذرها تلوح في الأفق. العاصمة طرابلس تعيش حرب المطارات وأدخنة الحرائق السوداء تغطي سماءها في ظل انفلات أمني واسع. أما مدينة بنغازي فقد سيطر تحالف متشددين يقوده ما يعرف بتنظيم أنصار الشريعة على أهم قاعدة عسكرية فيها، وهي القاعدة الرئيسية التي كانت تتمركز فيها القوات الخاصة والصاعقة بعد معارك دامت نحو أسبوع أفضت أيضا إلى الاستيلاء على عدة معسكرات هامة أخرى للجيش في بنغازي، وقد قتل نحو 60 مدنيا منذ السبت بحسب مصادر طبية في المدينة. وفي طرابلس لا يزال حريق كبير اندلع نتيجة اشتباكات بين ميليشيات متناحرة لا يزال مشتعلا ولليوم الرابع على التوالي في خزاني محروقات قرب مطار طرابلس، وأعلنت السلطات أن الحريق خرج عن السيطرة محذرة من كارثة إنسانية وبيئية في العاصمة طرابلس. وطلبت الحكومة الليبية مساعدة عدة بلدان أعربت عن استعدادها لإرسال طائرات إطفاء، لكن العديد منها مثل فرنسا وإيطاليا اشترط أولا وقف المعارك. وفي ظل هذه الأجواء أجلت فرنسا حوالي 50 فرنسيا وبريطانيا من ليبيا عبر البحر، كما تم إغلاق السفارة الفرنسية بصورة مؤقتة، وطلبت دول أوروبية عدة بينها بريطانيا وألمانيا وهولندا وإيطاليا من مواطنيها مغادرة البلاد فورا، وكانت الولايات المتحدة قد أجلت هي الأخرى كل الموظفين من سفارتها في ليبيا برا إلى تونس بمساعدة من الجيش الأمريكي.